متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي، فتحية طيبة لكل متابعينا الكرام. فبكل صراحة، واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم والكمامة ديالكم من بعد ما ديروا تلقيح ضد كورونا؟ متابعينا الكرام، كازا نيغرا صباح الخير، اختي فاطمة صباح الخير عليك، صباح الخير لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تي في. كنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. تحية اختي فاطمة العروسي، تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في. كنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. الموضوع ديالنا هو واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديروا تلقيح ضد كورونا؟ متابعينا الكرام، فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين ألف خير وبصحة جيدة يا ربي. ميمون صباح الخير، خويا ميمون صالح صباح الخير، محمد أغناو صباح الخير، خديجة صباح النور أحلى خديجة، تحية ليك. غزلان أحلى غزلان صباح الخير عليك أختي غزلان. عبد العزيز تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. الموضوع ديالنا هو واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديروا تلقيح ضد كورونا؟ متابعينا الكرام، فاطمة العروسي الله يبعد علينا هاد الوباء ونمشيو لبلادنا يا ربي امين اختي فاطمة. ميمون خويا مصباح شكرا، نحييكم من ستراسبورغ، تحية ليك ميمون وتحية لكل الناس فرنسا وتحية لكل المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. نقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. الحسن خويا السلام عليكم خويا، تحياتي ليك خويا الحسن. أميرة صباح النور أحلى أميرة. فوزية صباح الخير عليك كثير، صباح الخير لكل متابعينا الكرام. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. فاطمة العروسي لا بد من مسافة الأمان والتعقيم، نعم تحية لك شي فاطمة وتحية لكل متابعينا الكرام. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا رب. واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديرو تلقيح كورونا؟ متابعينا الكرام، عبد الصمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا قناة شوف تي في، تحية ليك خويا عبد الصمد وتحية لكل متابعينا الكرام. الميلودي فريد خويا صباح الخير عليك، فصباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تي في. كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية لكل متابعينا الكرام. خويا أحمد صباح الخير من أكادير، تحية ليك. ميمون خويا شكرا خويا، منك الصحة والعافية، والله يسترنا من الوباء يا ربي أمين، شكرا ليك. عبدو الساكر أو نقول ليه رشيد عطيف، تحية ليك. من طبيعة الحال غادي نبقى ملتزم بالتعقيم ومسافة الأمان وندير الكمامة، والله يرفع علينا هذا الوباء وعاش الملك، تحية ليك. حميد القيدي صباح الخير والرباح والتيسير، تحية ليك. بيان سور موافق اكيد بعد اجراء التلقيح غادي نبقاو
على بالي انت المتقين وانت في الامان. تحيه لك اخي. فمتابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينه بن سليمان. متابعينا الكرام فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده. جنات صباح الخير ناس، هي تحياتي من فنلندا، تحياتي ليك جنات. سعيد صباح الخير من برشيد، تحيه ليك خويا سعيد وتحيه لكل الناس برشيد. كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، وتحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تي في. فكنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من شوارع مدينه بن سليمان. متابعينا الكرام فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده. واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافه الامان بعد ما دارت تحت كورونا؟ متابعينا الكرام فمتابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في كنشد لكم الترحام معنا في هذا البث المباشر من مدينه بن سليمان. جنات صباح الخير ناس، هي تحياتي ليك. سعيد صباح الخير. عبدو رشيد ميل صباح الخير، تحياتي اخي. مصطفى صباح الخير خويا. فرح الكشبي صباح النور من الامارات، معك فرح، تحيه ليك اختي فرح، وتحيه لكل متابعينا الكرام. فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. فمتابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في كنتمنى انكم تكونوا كاملين الف خير وبصحه جيده يا ربي. احمد خويا احمد تحيه ليك، صباح الخير ليك خويا. رحال عاصم صباح النور من العطاويه، تحيه ليك خويا، خويا رحال، وتحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تي في. فكنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينه بن سليمان. صباح الخير خويا، تحيه من الناظور، تحيه لك اختي لطيفه. صباح النور دريس من فرنسا، تحيه ليك خويا دريس. وهاب زيان صباح النور من العباد لا بشار الجزائر، تحيه ليك وهاب. اكرم صباح النور من لندن، تحيه ليك اخي العزيز. فاطمه راسي في هولندا، المواطنين داروا الاضراب على منعهم الخروج من الساعة 8:30 حتى 4 صباحا. نعم شكرا ليك، تحية لك من بلجيكا، وشكرا على نقل الشوط الثاني من مقابلة المعلمة. مرحبا خويا، وإن شاء الله السبت المقبل لعب النيت حسنية بن سليمان ضد فريق وجدة، ضد فريق وجدة إن شاء الله ندخل وجدة نهار السبت إن شاء الله، ندير لكم النقل المباشر الماتش كامل إن شاء الله. فريد خويا السلام، ايوا تحيه ليك خويا فريد، تحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تي في كنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. فتحيه طيبه لكل متابعينا الكرام، السلام ايوا مملكه، تحيه ليك خويا فريد، شكرا ليك. فبكل صراحه متابعينا الكرام بعد ما غيتم فمتابعينا بعد ما يتم صراحة بغينا الكل يشارك معنا هذا البث المباشر، الكل عطانا الرأي ديالو، واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديرو تلقيحة كورونا متابعينا الكرام؟ بزاف، نعم خويا إدريس المهند صباح الخير عليك عليكم، شوف تي في عملكم رائع 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 جدا. برنامجكم وصل اوروبا عند مغاربة العالم، تحية ليك. حفيظ فين هو الامان في هاد البلاد؟ نعم خويا حفيظ تحية ليك. مزاجها زنجبيلة، هما صحاب بن سليمان دايرين احتياطات بعدا. نعم تحية ليك. فمتابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في كنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. ف
واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافه الامان بعد ما داروا تلقيحه كورونا؟ متابعينا الكرام، واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافه الامان بعد ما داروا تلقيحه كورونا؟ فاطمه العروسي بسليمان ضيف وزوينه. نعم، تحيه ليك، تحيه كبيره لياسين مرباح وعائله شفيق، تحيه ليك خويا ابو حمزه. ديرنا شي لايفات من قلقله ان شاء الله. مرحبا، صافي انا غادي ان شاء الله نقاد البروغرام ديالها. رشيد منير، السلام اخي، تحياتي، كنتمنى لك صحه وجديده وبدايه اسبوع موفقه لك ولجميع المتابعين. تحيه لك خويا رشيد منير. مزاجها زنجبيله وبلا تعقيم الناس ما ملتزماش. نعم، بزاف الناس ما ملتزمينش لحد الساعه، فكنتمنى ان الله يرفع الوباء وهذا البلاء ونرجعوا امنين مطمئنين يا ربي. شنو هو هدف من هذا البث؟ وشكرا. هدف من هذا البث هو اننا كنناقشوا واحد الموضوع اللي هو موضوع ومعروف وبزاف. بعد ما غيتم التلقيح ضد كورونا، واش غادي يبقاو الناس ملتزمين بالتعقيم ومسافه الامان ولا لا؟ هو الموضوع ديالنا. فتحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تي في، فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. دينا شي نهار لعين الشعرة ان شاء الله. مرحبا، شنو هو الهدف من هذا البث؟ تحية ليك، تحية لخويا رشيد منيرت، ابو حمزة، تحية لفاطمة اختي، تحية لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في، فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديروا تلقيح ضد كورونا؟ متابعينا الكرام، واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديروا تلقيح ضد كورونا؟ واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديروا تلقيحة كورونا؟ متابعينا الكرام، فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. بغينا الكل يشارك معنا هذا البث المباشر. أسعد الله محمد، خويا محمد، أسعد الله صباحكم بكل خير وعطلة سعيدة للجميع. تحية ليك إن شاء الله وعطلة سعيدة للجميع وبداية أسبوع موفقة لكل متابعينا الكرام، فبداية أسبوع موفقة للجميع. فتحية لكل متابعينا الكرام. خديجة ضروري خويا، نعم، تحية ليك أختي خديجة، وتحية لكل متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. نعم، تحيه ليك مزيان زنجبيله. فاش تكون غادي ان شاء الله قلقرات نمشي معاك خويا، والله يحفظك وشكرا لك على المواضيع المهمه. مرحبا خويا رشيد مريرت، تحيه ليك خويا وتحيه لكل متابعينا الكرام، فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديروا تلقيحة كورونا؟ متابعينا الكرام، لحد الساعة مازال ما لقاو الحل. نعم، أبو حمزة تحية ليك. سمير بشار، صباح الخير للجميع، تحية ليك خويا سمير. فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله، من ولاد تيمة والأغلبية ما محتارمش. نعم، خديجة النوري، صباح الخير. سعيد خويا، واش تلقيح مزيان ولا في خطورة على الإنسان ما يعلم أنه جديد وفي شوية ضبابية؟ وشكرا. فالتلقيح فهو مفيد بزاف باش نقدروا أننا نحاربوا هذا الفيروس، لأن الفيروس فتاك ولا العالم كامل كيتشكى منه. صباح الخير يا احلى صديق، انا نزهة من ايطاليا، تحيه ليك نزهة اختي. فاطمه العروسي، البارح شفت فيديو ديال الولد اللي كان
مختفي في العطاوي وما يلقاوه الاسره ديالو والعائله والجيران كيشطحوا. المشكل كانوا بزاف الناس. نعم حفيظ خويا التاج صباح الخير عليك خويا ملاك احلى ملاك، تحيه من الدار البيضاء، اكيد غادي تبقى الوقايه. تحيه ليك خديجه وقت العمل كان حماق على هاد الاذاعه في امان الله. تحيه من ايطاليا، تحيه ليك اختي خديجه وتحيه لكل متابعينا الكرام داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الزعيم تحيه طيبه من ازرو، تحيه ليك وتحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تي في. وكنتمنوا انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده. محمد سلام تحيه ليك. محمد سلام تحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تي في. حميد سلمان السلام عليكم. وعليكم السلام خويا حميد تحية ليك. سي سيمو خويا بن سليمان جبين كازا ورباط، مدينة جبين كازا ورباط بالضبط قرب مدينة المحمدية. فمتابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وبصحة. العربي تحياتي خويا من دواغر تحية ليك. أم بلال صباح الخير سيمو خويا، صباح الخير خويا تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينا الكرام. متابعينا واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافة الأمان بعد ما ديرت احنا كورونا متماكنه ولا واش غادي تبقاو ملتزمين بالتعقيم ومسافه الامان بعد ما ديرت احنا كورونا متابعينا الكرام. نعيم اختي صباح الخير عليك شكرا ليك. رشيد منير السلام، انا خويا ضروري غادي نبقى حتى ملتزم بتدابير الوقايه اللي اتخذتها سلطات المغرب المحليه، وتحيه لجميع السلطات المحليه والاطر الصحيه. شكرا ليك محمد تحياتي من خريبكا، تحية لك خويا محمد. عبد الواحد عبدو صباح الخير صباح النور. حميد السلام عليكم خويا، تحيش لك اخي شكرا اختي نعيمة. فاطمة العروس الله يحفظ الجميع يا ربي امين. سعيد خويا، خويا ما عنديش خويا بالضبط ما نكذبش عليك. احمد السلام عليكم تحياتي لكم، تحياتي خويا احمد تحياتي قناة شوف تي في. شكرا لك اختي ملاك بسليمان من الكاميرا كيبان مختلف، تحية ليك راكم منورنا الله يحفظك. مرحبا تحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تي في. وكنتمنوا انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا رب. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بسليمان.